وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوضح كل شيء، فإنه لما نهى عن شيء وضع له البديل، وهذا موجود في كتاب الله عز وجل. إذا نهى عن شيء أتى بالبديل، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. ما البديل؟ يقولوا انظرنا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في قضية التمر، لما رأى جنيبا وهو من أجود أنواع التمر قال: أكل تمر خيبر مثل هذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، فنأخذ الصاع منه الصاعين والصاعين بالثلاثة. قال عليه الصلاة والسلام: بع الجمع بالدراهم. الجمع هو التمر الرديء المجموع، ثم اشتر بالدراهم جنيبة. فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى الطريقة السليمة لما نهاه عن شيء، فأغلق عليه الباب فتح له بابا آخر.